بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بحول الله وقوته ستكون الوحدة الأولى في منهج سوبر جول 1 الخاص بالمرحلة المتوسطة صف أول متوسطة الفصل الدراسي الأول. الوحدة الأولى عنونت بجود مورنينج، صباح الخير. من أهداف هذه الوحدة في كتاب المعنى طبعا يونت جولز، أهداف الوحدة فيما يتعلق بالمفردات، فالجريتينجز سيعرف الطالب مفردات الترحيب، تايمز اوف داي اجزاء اليوم، تايتلز الالقاب. كذلك من الاهداف المرجوه في هذه الوحده باذن الله ان يستطيع الطالب تو جريت بيبل، ان يحيي الناس، سي جود باي يقول وداعا، انتروديوس يور سيلف اند اذرز ان يعرف بنفسه وبالاخرين كذلك. اما في القواعد فسنتحدث عن الفعل بي، فعل الكينونه ام از ار. كذلك سنتكلم عن possessive adjectives، بعض الصفات الملكية منها my, your, his, her. في listening الاستماع راح نسمع إلى listen to conversations for specific information، إذن راح نسمع محادثة تذكر معلومات خاصة. في pronunciation في النطق راح تكون sentence intonation، طبعا راح تختص هذه الجزئية في pronunciation النطق اللي هو متى يرتفع الصوت ومتى ينخفض في الجمل والأسئلة. الريدينج راح يكون بإذن الله introductions في جزئية القراءة، راح نتعرف كيف نعرف بالأشخاص الآخرين. writing جزئية الكتابة، write a conversation سوف نكتب محادثة. أما البروجكت فسوف نذكر وكذلك نسجل بعض التراحيل. ننتقل الآن إلى الجزء الأول اللي هو listen and discuss. عنوان هذا الجزء الأول بسؤالين: What place is in the photo؟ ما هو المكان في هذه الصورة؟ What are the people in the pictures؟ عفواً Who are the people in the pictures؟ من هم الأشخاص في هذه في تلك الصورة طبعاً في هذه الصورة؟ فنرى من البداية أن المحادثة قسمت إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول greetings اللي هي التحية أو الترحيب. الجزء الثاني saying goodbye، قول مع السلامة أو الوداع. introductions اللي هو التعريف بالنفس أو بالآخرين. أوكي؟ فنرى the greetings ونلاحظ أن هناك أوقات. فلدي 7 a.m. 1 p.m. و 7 p.m. كذلك هنا لاحظي إذا 7 a.m. 7 p.m. لنستمع إلى المحادثة وبعد ذلك هناك شرح بسيط لأجزاء الوقت بإذن الله. نقول بسم الله. greetings A. Hi, Mom. Good morning. Hi, Dad. Good morning. إذن هنا يرحب بأمه وترحب بوالدها فيردون عليهم الترحيب بقول good morning. إذن الآن الساعة 7 صباحا AM 7 AM. إذن التحية في الصباح تكون good morning. Okay. نرى المحادثة الثانية B. B. Good afternoon, Mr. Porter. Mr. Garcia. Hello, George. How are you? I'm fine, thanks. إذن نلاحظ هنا good afternoon. بدأت التحية في الساعة الواحدة ظهرا afternoon ب good afternoon. Okay. Mr. Porter, Mr. Garcia. Hello, George. How are you? I am fine, thanks. Okay. مرة بعدها C. C. Good evening, Mr. Lang. Good evening. إذن هنا مساء الخير مستر لانغ، مساء. هنا أيضا ترحيب ولكن هنا بطريقة رسمية formal way. نلاحظ هنا D. Hi, Alex. Hello, Alex. Hello. I'm sorry. Hi, Danny. How's it going? Not bad. إذن هنا داني يرحب بأليكس وينادي Hi, Alex. أهلا يا Alex. Hello, Alex. مرحبا يا Alex. Hello. يعيد الترحيب لكي يسمع. Okay. فقال له Alex طبعا معتذر لداني I am sorry. Hi, Danny. How is it going? كيف تجري الأمور؟ How it
How is it going? How's it going? How is it going? How's it going? فقال له not bad على ما يرام أو ليس سيئا. Okay. إذن هنا نلاحظ عندي 7 a.m. 1 p.m. ونلاحظ كذلك هنا 7 p.m. فلو لاحظنا هنا الأوقات أوقات الترحيب عندي من الساعة 12 في الليل من بعد الساعة 12 في الليل ودقيقة راح تلاحظين في الجوال أو الآيباد أو جهاز الكمبيوتر أن الوقت ينتقل لك إلى الـ AM صباحا. إذا من بعد 12 في الليل فرضا ودقيقة تبدأ الساعة بالظهور لديك بالحرفين AM. إذا يبدأ يحسب لك الوقت من الساعة 12 ودقيقة في الليل إلى الساعة 12 أو عفوا 11 وتسعة وخمسين دقيقة AM 11 الصباح وتسعة وخمسين دقيقة راح يكون الوقت عندك AM. عند الساعة 12 إلين ما يقارب الساعة 6 راح يكون الترحيب هنا بال afternoon good afternoon. So from 12 to 11:59 من الساعة 12 ليلا إلى الساعة 11:59 دقيقة ممكن أقول good morning. أوكي أنا ما زلت في الصباح لكن من عند الساعة 12 ظهر أوكي اللي ينتقل بعدها التوقيت فمثل ما قلت في الأجهزة الذكية في الجوال في الآيباد في الكمبيوتر راح تنتقل لك الوقت إلى PM أو ميم مساء راح تقولين good afternoon إلى حدود تقريبا الساعة 6. من بعد الساعة 6 إلى الساعة 12 في الليل راح تقولين good evening good evening أوكي مساء الخير. إذا هنا نحن نتحدث عن ثلاثة أوقات. إذا عندي good morning good afternoon good evening أوكي. إذا هذا هو التوقيت. ممكن توقفين تصورين الشاشة وتشوفين الوقت وراح بإذن الله تستوعبين كثير لما تركزين على الصورة وتفهمي ايش قلتيها بالضبط. طيب إذا عندي هنا الترحيب good morning good afternoon and good evening هذه كلها طرق ترحيب وكذلك الهاي والهلو و how are you أوكي. إذا هذه طرق الجريتينج. بعد كذا نشوف saying goodbye. إذا إني أودع شخص فتلاحظين هنا في الصورة هذه saying goodbye. A. See you later, Adnan. Goodbye. Bye. Take care. إذا see you later, Adnan. أراك لاحقا يا عدنان. Goodbye. مع السلامة. Bye. Take care. إلى اللقاء. انتبه لنفسك. أوكي؟ انتبه لنفسك. ننتقل للي بعدها ولاحظين هنا الساعة 8 p.m. 8 مساء. B. Good night, Fatma. Good night, Mona. أوكي. إذن ليلة سعيدة يا فاطمة وليلة سعيدة يا منى. أوكي؟ إذن هنا يودعون بعضهم البعض والساعة 8 مساء. أوكي؟ إذن good night. Good night. ننتقل بعد كذا إلى الانترودكشنز. طبعا الـ goodbye ممكن تقولينها في أوقات مختلفة من اليوم حتى لو كانت في المساء لكن good night ما تقولين بس تقولينها في المساء فقط. أوكي. ننتقل للانترودكشنز اللي هو التعريف بالنفس وبالآخرين. Introductions. A. Ozma, this is my friend Hanan. Hanan, this is Ozma. Nice to meet you, Ozma. Nice to meet you, too. Okay, so, Asma, this is my friend Hanan. Hanan, this is Asma. إذن هي الآن تعرف بنتين على بعض أسما وحنان. فقالت هنا حنان, nice to meet you, Asma. فردت عليها حنان, nice to meet you, too. هذه طبعاً تحية مأخوذة عندكم من بداية منهج اللغة الإنجليزية والكل عارفة. إذن هذه كيف تقدمين شخصين لبعض, أوكي؟ okay? B. Hi, my name's Tom. Hello, Tom. I'm Michael, but my friends call me Mike. Okay. How to introduce yourself? كيف تعرفين بنفسك أو تعرف بنفسك? Hi, my name's Tom. Hi, my name's Tom. أهلا. اسمي توم. Hello, Tom. مرحبا بك, Tom. I am Michael, but my friends call me Mike. ولكن أصدقائي ينادونني بمايك. إذن هو يستخدم الاسم المختصر. Okay. بعد ذلك ننتقل إلى
السؤال الموجود في الكويك تشيك. طبعا السؤال عندك في الكويك تشيك ظاهر لك في بوكس في صندوق موجود A vocabulary B comprehension. فالأي vocabulary اللي هو هنا في هذه الجزئية عندك هذه الجزئية هي اللي موجودة هنا الآن أمامك. إذن vocabulary circle all the hello greetings in the conversation. ضعي دائرة حول كل كلمات الترحيب في المحادثات. إذن لو جينا نأخذ الإجابة راح تكون hi, good morning, good afternoon, hello and good evening. Okay. إذن هذه هي للترحيب. ننتقل للسؤال التالي اللي موجود في الكومبرهنشن. نفسه عندك في الكتاب بيج نمبر 3. هنا عندي الكومبرهنشن اللي هو الاستيعاب. فنقول comprehension answer yes or no. أجيبي بنعم أو لا. Mr. Porter is George's father. إذن هل مستر بورتر هو والد جورج؟ نشوف الإجابة مع بعض. لا. Danny's greeting to Alex is good morning. داني حيا Alex بgood morning. هل حيا بgood morning؟ أم قال له هاي؟ قال له هاي. نشوف المحادثة هنا. أوكي؟ إذن هنا داني وAlex. ننتقل اللي بعدها. Michael's friends call him Mike. Michael's friend call him Mike. إذن أصدقاء مايكل ينادونه مايك. بالفعل إجابة صحيحة. حنان and أسماء are friends. حنان وأسماء في الأصل صديقات. هذا غير صحيح لأنهن قد تعرفنا على بعضهن للتو. Okay. إذن no. So الإجابات no, no, yes, no. Okay. إذن هذه هي إجابات الكويك تشيك. بعد ذلك ننتقل للبير وورك المحادثات الجماعية. Hey. Hi, John. How are you? Fine, Paul. And you? I'm okay. I'm fine. إذا وضعت الفراغات هنا لديكم لكي تكتبوا أسماءكم وأسماء صديقاتكم اللتين تمارسن معهن المحادثة. Okay? So, حطي اسمك واسم صديقتك اللي تقومي بالمحادثة معها أو تدربين على المحادثة معها بحيث يكون سهل لك أنك تأخذين وتعطين معها من غير ما تلخبطين. Okay? هذه طبعا بالنسبة للstart a conversation with a partner بداية المحادثة مع زميلك. هنا introduce yourself to a new partner تعرفين بنفسك على زميل جديد. C introduce your friend to a classmate تعرفين صديقك لأحد طلاب الفصل. B Hi, I'm Mona. What's your name? My name's Ozma. My friends call me Somi. Nice to meet you. C. Mustafa, this is my friend, Mohammed. Mohammed, this is my classmate, Mustafa. Nice to meet you. Nice to meet you too. إذن انتهينا الآن من هذا الجزء. لو تلاحظ بالكتاب عندك في بوكس هنا مكتوب عليه FYI. Use titles with last names or with first name plus last name. يقولك تستخدمين الألقاب حينما تستخدمين الاسم الأخير أو الاسم الأول مع الأخير. مثل Miss Jones or Miss Karen Jones. Okay. هذه الاستخدام العادي. في greetings, in greetings في التحية use titles with last names only. لما تجين تحيين فتستخدمين المس مع الاسم الأخير. فرضا آنسة الشمري أو آنسة الدوسري أو آنسة الشهري. إذا تستخدمين مع الاسم الأخير you say hello Miss Jones. طبعا أهلا آنسة طبعا تستخدمين الاسم الثاني الاسم العائلة family. Okay. فعندي هنا بالنسبة للمان المان الرجل فنقول مستر مستر. Okay. مستر فهو متزوج أو single فنقول له مستر سواء كان متزوج أم غير متزوج. الومن المرأة فنا نقول لها مسز مس ومس. طبعا مسز إذا كانت متزوجة ولا نقول لها ولا نقول ذلك لي الآنسة فالآنسة نقول لها مس مس هنا نقول لها مس ب م اي اس اس. أما في لو قلنا مس مس غالبا هذا تقول طبعا للمعلمات فتكون إما متزوجة أو غير متزوجة فإننا نستخدم معها هذا اللقب. أوكي ننتقل الآن إلى المتبقي من الكتاب. ننتقل إلى القاعدة الجزئية الرائعة والممتعة في نفس الوقت. هنا القاعدة تتكلم عن الverb to be.
الverb to be اللي هو فعل الكينونة. حينما أقول فرضا باللغة العربية أنا اسمي أو عفوا أنا رفعة، أنا رفعة، my name is رفعة، okay؟ أو طبعا اسمي رفعة. في اللغة الإنجليزية يجب أن أقول I am رفعة، I am رفعة، أنا أكون رفعة، okay؟ نرى هنا ما أقصد. فنقول في اللغة الإنجليزية الverb to be، الverb to be، الverb to be هو عبارة عن am و is و are، am و is و are. لو لاحظين عندنا في الكتاب am و is و are تأتي مع ماذا؟ الام و is و are تأتي مع I am فقط، الI يأتي معها الام، إذن الام خاصة فقط بضمير الفاعل I، أوكي، مع السبجكت برونون I. نرى الآر، الآر يأتي مع اليو والوي واليو اللي هو أنتم والذي تأتي معها الآر. أما الهي والشي والإت فتأتي معها الإز، أوكي، فتأتي معها الإز. I am بالكونتراكشن تصير I'm، you are تصبح your، he is تصبح he is، she is تصبح she is، أوكي، وكذلك حتى في النفي. فلدينا contraction في النفي. Okay, aren't, isn't, isn't, aren't, okay؟ نشوف هنا الصورة هذه راح تكون أوضح. I am, you are. طبعاً he و she و is, okay؟ واليو والوي والذي في البلورال والجمع راح تكون يا ريت توقفين الشاشة وتبدين تكتبين هذه القاعدة في السبجكت اللي هو الفاعل. طبعا هذه subject pronoun، عندي مفرد singular I you he she it، هذه كلها مفرد، واليو والوي والذي هذه كلها plural. إيش الverb to be اللي يجي معها؟ الآم يأتي مع الI والR يأتي مع singular you وكذلك مع plural you we they. أما الIs فيأتي مع الhe والshe والit، وهذا ال contraction I'm your his she's it's your we're their، okay؟ هذه بالنسبة للجزئية الأولى. راح نشوف هنا singular I'm John you're Sue he's Bill she's Maria، الجمع we are friends you're friends they are friends. The short forms with apostrophes are contractions. إذن الكلام المختصر، okay، والتكوين المختصر يأتي مع الأبوستروفي اللي هو الفاصلة العلوية، أوكي؟ هذا يعتبر contraction، هو اختصار. نجي بعد كذا إلى جزئية ثانية من القاعدة، وهي أيضا جزئية سهلة وبسيطة، فتتكلم عن صفات الملكية. ماذا أعني بصفات الملكية؟ حينما أقول فرضا هذا القلم لي، هذا القلم لي، this is my، this is my pen، أوكي؟ إذن استخدمت أنا ضمير صفة الملكية my. على سبيل المثال حينما أقول اسمي، اسمي شيء لي، اسمي هو رفعة، my name is رفعة، okay. Your 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 هو لك. إذن على سبيل المثال this is your book أو is your name منى، هل اسمك أنت منى، okay. كذلك نقول his name is John، his name is John، اسمه John، his name is George، his name is George، اسمه George. نرى الصور هنا، نقول بالنسبة لضمائر عفوا الصفات الملكية نقول my معناها لي، your لك، his له، her لها، its له ولكن لغير العاقل. مثل على سبيل المثال نقول it's cat، it's cat، this is it's cat، pardon، it's cat، yeah. والله ما بحضرتني جملة غير العاقل، لكن بنحاول بدنا نطلعها في الأمثلة في الجزئية الثانية أو حتى جزئية حل التمارين. our لنا، there لهم، there لهم، okay. هذه بالنسبة لضمائر عفوا صفات الملكية. نرى هنا توضيح أكثر في possessive adjectives صفات الملكية. عندي subject pronoun هنا ضمير الفاعل I, you, he, she, it, we,
you, they. هذه ضمائر ملكية تأتي مع الverb، يتلوها verb على طول. هنا I am a teacher. I am a teacher. أنا أكون، طبعا هذا verb to be. أنا أكون معلمة. نرى ال possessive adjectives، ضمائر، عفوا صفات الملكية. My يأتي بعدها اسم. My name. Your book. His car. Her dress. Its can. Our home. Your pen. Their house. وهكذا. Okay. These are my shoes. تلك هي أحذيتي أجلكم الله. إذن هي تتكلم عن أحذية خاصة لها. Okay. My. لي أنا. Okay. أتكلم عن المعلمة هنا. بعد ذلك ننتقل الآن إلى التمارين في هذه الجزئية. نقول complete the sentences, use the correct form of the verb be. استخدمي، طبعا complete the sentences، أكمل الجمل مستخدمة التشكيل الصحيح والتكوين الصحيح للفعل be. يكون Mr. البدري okay. فراغ the principal is I a student. أنا أكون، قلنا الآي يجي مع إيش؟ am أو am. am اختصار. okay excellent. Matt and Ben، إذا هون عنده جمع. Matt and Ben are excellent. are classmates. Rana عطوان a teacher. Rana عطوان a teacher. هل Rana معلمة؟ is excellent. you blank my best friend. you are my best friend. Mr. and Mrs. Johnson's ماذا بهم؟ are married. excellent. إذن هم متزوجون. ننتقل بعد ذلك إلى complete the sentences with possessive adjectives. أكمل الجمل بصفات الملكية. He is a teacher. هو معلم. فراغ name is Mr. فرحات. هو معلم. اسمه، نحن الآن نتحدث عن مذكر. His. بعد ذلك ننتقل إلى I am a student. I am a student. أنا أكون طالبة. اسمي عائشة. اسمي أنا. إذن my name is عائشة. He is a director. هو مخرج. Name is Mr. White. اسمه. إذن his name. This is Henry. This is Henry. Last name is Barker. هذا هو هنري واسمه الأخير. His last name is Barker. Okay. نجي للتمرين اللي بعده. Complete the conversation then practice with a partner. أكمل المحادثة ثم تدربي عليها مع زميلتك. What's his name? ما اسمه? His name's Luke. Mom. It's رفعة. And this is أسماء. They are my friends. They are my friends. Nice to meet you. Nice to meet you. سعيدة بلقائكم. Okay. لأن اليوم كنا نتحدث عنك أنت أو عن مجموعة. What's her name? Her name is Debbie. She's my neighbor. Welcome to English class. My name is Mrs. Nadia. Hello, Mrs. Nadia. I am Yasmin. Okay. ننتقل للي بعد الآن. Complete the conversation. Use the phrases in the books. هذا في تمارين القاعدة أيضا. إذن هنا عندي عدد من التراحيب أريد أن أكملها. نرى الحل. 5, 3, 4, 1, 6 وآخر شيء هنا 2. إذن وقف الشاشة. هذا هو الحل. 5, 6, 3, 1, 4, 2. Okay. My name is Robert, but my friends call me Bob. I am John. رقم 3 يقول لك هنا. Hi, I am Jim. Nice to meet you. I am Badr. Okay. نجل لتحت. Number 6. Good evening. My name is Mike. Good evening, Mike. Okay. Number 1 هنا. How are you, Rick? Fine, thanks. Okay. Number 4. It will be. See you later. أراك لاحقا. Bye. Take care. إلى اللقاء. انتبه لنفسك. Hi, Ali. Number 2 will be. Good morning, Hamid.
هاي علي، أوكي؟ هذا هو الحل. الآن في البرونونسيشن، البرونونسيشن يتكلم لي عن الانتونيشن اللي هو الأصوات. Listen to the intonation, then practice. استمعي وطبقي. متى ينخفض الصوت في السؤال؟ What's your name? How are you? How's it going? إذن نلاحظ What's your name? How are you? How's it going? إذن ينخفض الصوت في نهاية السؤال. Listen, mark the correct response. استمعي وحددي الإجابة الصحيحة. Okay? One. How's it going? Two. My name is Steve. Three. How are you? إذن أوقف الفيديو الآن، قمت بالحل. أتمنى أنكم عرفتوا الطريقة. الطريقة شو تقول لك؟ راح تسمعين كلام، أوكي، عبارة عن تحية أو وداع أو محاولة، طبعاً محاولة تعريف بالنفس، فاختاري الإجابة المناسبة للكلام اللي سمعتيه. راح أعيدها معاكم واسمعوا وعلى أي أساس أنا افترت. اسمعوا الأولى. One. How's it going? How's it going? How's it going? كيف تجري معك الأمور؟ هل أقول not bad؟ ليست سيئة أو thank you، شكرا لك. إذن هو سألني كيف حالك بطريقة عامية، فأقول له not bad، الأمور ليست سيئة. أوكي، إذن not bad هو الإجابة الصحيحة. بعدها Two. My name is Steve. My name is Steve. اسمي هو Steve. هنا عندي خيارين، My name is Badr أو goodbye. هل أقول له اسمي بدر ولا أقول له مع السلامة؟ هو الآن يعرف بنفسه. من المستحيل أن أقول له goodbye مع السلامة، يجب أن أعرف بنفسي لأنه بدأ بالتعريف بنفسه، فأقول My name is Badr. إذا الاختيار الصحيح هو A. اللي بعده. Three. How are you? How are you? How are you? أو how are you? Okay. كيف حالك؟ هل أقول له nice to meet you؟ سعيد بلقائك؟ ولا أرد I'm okay؟ أنا بخير. إذا الإجابة الصحيحة تلقائي راح تقولي لي بي. Okay. نكمل. اللي عندي هنا good morning, Miss Jones. Hi. How are you? Goodbye. Fine. Thanks. Nice to meet you. Take care. Good morning, class. إذن نلاحظ صوت معلمة تقول Good morning, class. صباح الخير. أوكي، في الفصل طبعا. صباح الخير، فنقول لها، هل نقول لها Hi, how are you؟ مرحبا. طبعا Hi هي طريقة informal way، طريقة غير رسمية تستخدم مع الأصدقاء. حينما تقول لنا المعلمة صباح الخير، فنرد عليها صباح الخير ونذكر اسمها اللي هو Miss Jones. أوكي، فنقول هذه هي التحية المناسبة. سنرى طبعا صحة الحل بعد شوي إن شاء الله. نكمل. Five. See you tomorrow. Five. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow غدا. See you أراك. أراك غدا. هل أقول goodbye إلى اللقاء ولا أقول fine thanks بخير شكرا لك؟ إذن الإجابة الصحيحة طبعا راح تكون goodbye. كمل. Six. Good night. Okay. إذن six اللي هو good night. Okay. تصبح على خير أو ليلة سعيدة أو ما إلى ذلك. مستحيل أقول nice to meet you. سعيد بلقائك. Take care. اهتم بنفسك. فهي الإجابة الصحيحة. ونرى الإجابات. إذن A A B A A B. أوكي، إذا هذه هي الإجابات الصحيحة على جزئية الليسنينج. أوكي، ننتقل بعد كذا إلى الكونفرزيشن. الكونفرزيشن لاحظ أن عدد من الناس يحملون بعض اللافتات. أوكي، في عندي كارلوس، في عندي ريك. أوكي،
Are you Rick Morgan? Yes. Hi, I'm Carlos Rodriguez. I'm from your company. Nice to meet you, Carlos. Nice to meet you, too. Welcome to Spain. Thank you. So, is this your first time here? Yes. I'm very excited. All our colleagues are at the restaurant, and a big meal is ready for you. Great. I'm starving. The food on planes is terrible. Okay. فإذا كارلوس يقول, Are you Rick Morgan? هل أنت Rick Morgan? إذا من الواضح أن كارلوس يبحث عن Rick. فقال له Rick, Yes. فرحب به كارلوس قائلا, Hi, I am Carlos Rodriguez. إذا عرف بنفسه بشكل كامل. إذا هم ليسوا أصدقاء. I am from your company. أنا من شركتك. إذا هو أتى من طرف الشركة التي يعمل فيها Rick. فقال له Rick, Nice to meet you, Carlos. سعيد بلقائك كارلوس. فرد كارلوس, Nice to meet you too. Welcome to Spain. مرحبا بك في إسبانيا. Rick, شكرا لك. Carlos, so, is this your first time here? هل هي المرة الأولى التي تزور فيها إسبانيا؟ فقال له Rick, Yes, I am very excited. Excited معناه متحمس. Okay. فقال له كارلوس, All our colleagues are at the restaurant. جميع زملائنا في العمل ينتظرونك في المطعم. And a big meal is ready for you. وهناك وجبة كبيرة جدا في انتظارك. فقال له Rick, Great, I am starving. رائع. فأنا أتضور جوعا. The food on planes is terrible. فالطعام في الطائرة أو في الطائرة بشكل عام ليس جيدا. Okay. فننتقل بعد ذلك إلى reading. طبعا your turn اللي موجود عندكم في الكتاب هو تطبيق تحدثين في زميلتك طبعا تملينا بالفراغات سواء باسمك أو بياناتك. ننتقل على reading. What do you see? What do you say when you meet someone for the first time? ماذا تقول حينما تلتقي شخص للمرة الأولى؟ So we have a new student. طالب جديد. ماذا تقول؟ لدينا هنا في المحادثة في الجزء الأولى محادثة طبعا بعد كذا راح يكون عندك use expressions from the box above to complete the dialogue. استخدمي جمل من هذا البوكس وأكملي بها المحادثة التي في الأسفل. أوكي. ففي البداية دعونا نسمع المحادثة هنا. Hi, my name is Ali. What's your name? Nice to meet you, Ali. My name's Ahmed. Are you a new student? Yes. Today is my first day here. Welcome to the class, Ahmed. Where are you from? I'm from Aba. Welcome to Riyadh. Thank you. It's a wonderful place. Hi, Ali. Good morning, Omar. How are you today? Fine, thanks. How's it going? Great. Omar, this is Ahmed. He is a new student. Hi, Ahmed. I'm Omar. Nice to meet you, Omar. Nice to meet you, too. How are you today, Ahmed? Great. It's a great school. So, is this your first day here? Yes, it's my first day at school. Are you from Riyadh? No, I am from Aba. Welcome to Riyadh, Ahmed. Thank you, Omar. See you tomorrow. Nice to meet you, Ahmed. Nice to meet you, Omar. Bye. Take care. إذا نلاحظ هنا المحادثة طبعا تعتمد اعتماد كلي على ما تسمعينها الآن. شوفي المحادثة عندك البوكس قبل كل شيء. اقرأيها. لما تبدين سماع المقطع أوكي كملي من اللي تسمعينه. أنا فضلت أني أكون ساكتة وقت تشغيل الأوديو التسجيل الصوتي عشان تقدرين تتابعين وتملين الفراغات من اللي تسمعينه من الجمل اللي موجودة في البوكس. إذن هو الآن أو قبل قليل بالأصح قرأ لك المحادثة كاملة وكأنه يعبي لك الفراغات من البوكس الموجود. أوكي فننتقل بعد كذا للجزئية اللي بعدها reading اللي هي الحل فنشوفها مع بعض. علي وعمر هذا هو الحل طبعا هو نفس اللي موجود عندك في الكتاب. Answer yes or no. أجيبي ب نعم أو لا. طبعا هو موجود تحت عندك الأسئلة في نهاية صفحة
reading page number 7 صفحة رقم 7. علي is a new student. علي طالب جديد. علي and أحمد are in جدة. علي وأحمد في جدة. أحمد is from أبها. أحمد من أبها. إذن هذه الإجابات no, no, yes. Okay. بعد ذلك عندك الجزئية الأخيرة اللي هي جزئية ال writing، وكذلك عندك جزئية form, meaning and function. لو تلاحظين في كتاب الطالب عندك موجود عندك الباركود. طبعا أنا الآن فاتحة كتاب المعلم، كتاب الطالب موجود، عفوا فاتحة كتاب كتاب المعلم. فعندك في كتاب الطالب موجود الباركود فوق، الباركود بس تقرينه راح يطلع لك على طول الصفحة الخاصة بالرايتنج، وكذلك الفورم مينينج اند فانكشن محلولة وجاهزة، فتقدرين تكملينها بإذن الله من الحل الموجود وتبع طبعا دروس قناتي. كذا احنا خلصنا الفيديو الأول. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، يعطيكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.